سيدنا السلام عليكم. رمضان كريم وعواشركم مباركة مسعودة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامج زوم على التاريخ. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على شخصية طبعات تاريخ المغرب الحديث. شخصيتنا اليوم اشتهرت بالبطش والقساوة ديالها والجبروت ديالها، كذلك الجنود اللي كانوا عنده في منطقة عبدة وأسفي، شنات واحد الحملة على القبائل المجاورة لها، خصوصا قبيلة ولاد زياد. ومني كنقولوا قبيلة ولاد زياد، فاحنا كيطراود للذهن ديالنا المناضلة والمقاومة والشيخة خربوشة. ومني كنقولوا خربوشة، فكيف ما كتعرفوا وكيف ما طراود تنتوما للذهن ديالكم، ف مباشرة كيجينا القيد عيسى بن عمر. فالقيد عيسى بن عمر هو بطل حلقتنا اليوم. تزاد القيد عيسى بن عمر العبدي سنة 1842 دوار ولاد محمد قبيلة البحادرة اللي تابعة لمنطقة عبدة. هو من عائلة نافذة وغنية وثرية. جدو كان قيد، عمو كان قيد، الخو كان قيد، وحتى هو كان قيد على قبيلة البحادرة. في سن ديال 5 سنين غادي يمشي للكتاب القرآني، تما غيحفظ القرآن ويحفظ أصول الدين. وكيف ما كان العائلات الغنية في ذاك الوقت، فعائلة القيد عيسى بن عمر غادي تصيفطو لأحد المدارس اللي كانت كتواجد في منطقة حمر، تما غيتعلم الفروسية، فنون الحرب، الرماية، وبزاف ديال الهوايات أخرين. في سن 21 سنة غادي يعينو خوه القيد محمد بن عمر في أول منصب ليه في القيادة، اللي هي غيكون خليفة ديال خوه، حيت خوه غادي يغيب مدة 15 سنة. ولكن القيد عيسى بن عمر كان معروف بحبه للنساء وبحبه للعيطة. فالقيد عيسى بن عمر كان في الوقت الفراغ ديالو وخلصة على خوه وعلى الناس، فكان كيطلع لواحد الجبل في واحد المغارة وكيدي معاه شي مرأة وكيمشي تما كيقصر مع راساتو، كان بلي بالعيالات. خوه القيد محمد بن عمر كان سيق ليه الخبر، ومني كان باغي يمشي باش يحد من السيبة ديال القبائل وسميتو غيخليه هو خليفة في القبيلة، فمن بعد ما غادي ينطلق غادي يرجع لعندو يقول ليه واحد الكلمة، غادي يقول ليه ديرها فين تجيك، راك معروف اش كدير. هنا القيد بن عيسى بن عمر غادي يعرف بان اخوه سيق ليه الخبر. بعد مدة ماشي طويلة غادي يتوفى القيد محمد بن عمر. هنا السلطان مولاي الحسن غادي يعين القيد عيسى بن عمر قائد على قبيلة البحادرة، وغيعينو بظهير الشريف. القيد عيسى بن عمر غادي يستطع انه يبرز القيادة ديالو والسلطة ديالو الإدارية وكذلك العسكرية، مع كاع السلاطين اللي غادي يشتغل معاهم، مع مولاي الحسن، مولاي عبد العزيز، وكذلك مولاي عبد الحفيظ، وغيتبت الكفاءة ديالو في قيادة إقليم عبدة. القيد عيسى بن عمر كان عنده عتاد عسكري كبير، من أسلحة، من جنود، من أي حاجة كتخص الجيش السلطاني اللي كان كيدير حملات من أجل يحد من السيبة اللي كانت كديرها القبائل اللي ما كانتش كتبع النفوذ ديال السلطان ديك الساعة، فهو كان كيمول دوك الحركات ديال الجيش السلطاني ضد هاد القبائل هادو. فكان عنده كما قلنا الجنود، السلاح والمال، فكان مخزني 100% ورجل كيحب
السلطان اللي كان كيشتغل معه في ذاك الوقت. ونظرا للصلابة والقوة والجأش ديال القيد عيسى بن عمر، فالسلطان مولاي عبد العزيز غادي يوقع ليه ضهائر خاوية غيسيني ليه على بياض، وغادي يعطيه أنه يقدر يعين القياد والخلايف اللي في المناطق الأخرين. كذلك الحكم ديالو ما بقاش غير على عبده، ولا على حمار، على شيادمة، وعلى مناطق أخرى كثيرة. من بعد ما عينوا السلطان مولاي عبد الحفيظ وزير الخارجية، غادي تزاد القوة والجبروت والطغيان ديال هذا الراجل هذا. ولكن فالقيد عيسى بن عمر غادي يصد الأطماع ديال الاستعمار الفرنسي، ما كانش كيحمل الاستعمار الفرنسي، حيث عيسى بن عمر كان كذلك زيادة على البطش والطغيان والجبروت ديالو، فكانت واحد الرواية كتحكى أنه كيحب العلماء وكان كيجالس العلماء، فكان كيستقبل العلماء كل ليلة في المنزل ديالو، وكان كيجلسهم وكيحاورهم في الدين وفي العلم وفي الحياة وبزاف الحوايج. من بين العلماء اللي كان كيجلسهم القيد عيسى بن عمر كاين أبو شعيب التكالي، وكاين الجرموني، وكاين العبدي، هادو كلهم علماء أجلاء كان كيجلسوا وكي بحال كنقولوا مؤنسين للقيد عيسى بن عمر، وكانوا كيناقشوا في السياسة، في الدين، في الحياة، في شنو ممكن يدار، في بزاف الحوايج حتى اللي كيساعدوه في القيادة ديالو على منطقة دكالة وعبدة وشيادمة وحمر. في الرواية على القيد عيسى بن عمر كانت مقسمة على جوج، كان اللي كيسميه السفاح والسفاك، وكاين اللي مشى بعيد كان اللي كيسميه يوسف بن الثقافي الثاني، وكاين اللي كيعتبروا انه انسان وطني ما كيحبش الاستعمار، كيجلس العلماء، انه رجل قدر يسير القياده ديالو بواحد الحنكه وبواحد الصرامه، كل واحد وكيفاش كيشوف القيد عيسى بن عمر. الشيخ العلامة سيدي مختار السوسي قال فيه أنه ما فيه تشي عيب إلا كثرة الفتك والقتل في القبيلة دياله، وخصوصا قبيلة ولاد زيد. مي كنقولوا قبيلة ولاد زيد فإحنا كان كيمشي الدهن ديالنا مباشرة للشيخة خربوشة. فالشيخة خربوشة قلت فيه أنا عبدة العبدة والقيد عيسى لا، وزيدوا ولد زيد راه الحال باقي بعيد. فخربوشة ما كانتش كتحمل القيد عيسى بن عمر، كان الدم ديال سنانها، وهو من نهار شافها ومن نهار سمعها وهو كيموت عليها، ومنيته كانت هو يتزوج وتكون ليه الشيخة خربوشة ساكنة معاه في القصر ديالو. خربوشة دار داكشي اللي ما قدروش يديروه الرجال، حيت داك الوقت كل شيء كان كيخاف من القيد عيسى بن عمر العبدي. قدرات جيش القبائل ضده، قدرات تحرش الناس الكبار والصغار، العيالات والرجال ضد القيد عيسى. القيد عيسى غادي يدمر قبيلة ولاد زيد بسبب خربوشة، وغيختطفها وغيحبسها وغيعذبها وغيقهرها غير باش تولي ليه. فخربوشة ما بغاتش تكون القيد عيسى بن عمر، وقالتها وغادي نعاود نقولها حتى انايا، انا عبدة العبدة والقيد عيسى لا. غادي تستطع خربوشة انها تهرب للقيد عيسى بن عمر، وغادي تمشي للرحامنة عند القيد العيادي. القيد عيسى بن عمر غيصيفط القيد العيادي باش يرجع ليه خربوشة، القيد العيادي ما غاديش يبغي. القيد عيسى بن عمر غادي يصيفط رسالة للسلطان، هنا غيتدخل السلطان وغيصيفط رسالة للقيد العيادي. القيد العيادي ما عنده إلا يمتثل الأوامر والتعليمات، فهنا غادي يصيفط خربوشة للقيد عيسى. خربوشة غادي تبدل المعاملة ديالها مع القيد عيسى بن عمر، هنا غادي تولي العيطة ديالها والكلمات ديالها أقوى من داكشي اللي كانت كدير،
غتولي تتعامل معاه غير بالكلمات، غتضربو بالقرطاس غير بالكلمات، غتخليه حتى يكون في مجمع وغيجيبها تغني وغادي تضربو وغتضحك فيه الناس. فالعيطة اللي معروفة ديال خربوشة الكلمات ديالهاش كتقول وخيتي عليك الايام 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 ايام القهرة والظلام، وفين كعويسة وفين الشان والمرشان، شحال غيرتي من عباد وشحال قتلتي من نسيان. حتى غادي تقول ليه سير عويسة يا وكل الجيفة يا قتل خوتو يا محلل الحرام. هاد القصيدة ما كرهش القيد عيسى بن عمر انها ما تبقاش، ولكن دغيا انتشرت، دغيا انتشرت ما بين القبائل ما بين الناس، كل شيء حفظها. وباقي لحد الساعة كنذكروا خربوشة كنربطوها بالقيد عيسى بن عمر. خربوشة غادي يقتلها القيد عيسى بن عمر العبدي، وقبل ما يقتلها غادي يعذبها ويبني عليها سور. فهاد الطريقة هادي كانوا كيديروها القيادة شحال هادي، انهم اللي كيبغيو يقتلوا شي واحد كيعذبوا قبل ما يقتلوا. من بعد توغل ديال الحماية الفرنسية في المغرب، وانه كان من القياد الوطنيين، ما نساوش هذه الكلمة هذه، فهو كان ضد فكرة الحماية أو الاستعمار الفرنسي بالمغرب ولا أي دولة أخرى تدخل المغرب. فالفرنسيين غادي يعزلوه من الحكم دياله وغينفيوه لمدينة سلا، حتى غادي توفى فيها سنة 1924. السلطات الفرنسية ماشي غير عزلاته، لكن حيدت ليه كاع الثروة ديالو، حتى الأموال اللي ورثها من جدوده ومن عائلته حيدوها ليه، وحتى الثروة اللي دار مني كان هو قايد واللي خدم القبائل الأخرى واستولى عليها حتى هي حيدوها ليه. فتوفى وهو فقير جدا، ما عنده ريال. هنا نهاية واحد القيد اللي الناس تختلفت عليه، كان اللي كيشوفوا بواحد النظرة حسنة، أنه رجل مزيان، أنه رجل وطني، أن هذا الرجل هذا ما بغاش الاستعمار، وكان اللي كيشوفوا طاغية وجبار ومتسلط، وأنه قدر يقتل مجموعة ديال الأشخاص ويفرض السيادة دياله على مجموعة ديال القبائل، كان اللي خدا لهم عيالاتهم، كان اللي قتل لهم رجالهم، كان اللي نهى كاين قبائل اللي ما بقاوش الاسماء ديالهم كتذكر حيت صافي ما بقى فيهم حد. فهنا قصتنا ديال القيد عيسى بن عمر العبدي غادي تنتهي هنايا. نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج زوم على التاريخ. خليت لكم لهنا والراحه. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.